لو الحكاية فيها إن فيتو ابتديتي في الجمعيه هنا ازاي؟ انا بديت عادي زي اي واحد هنا صغير، اتعلمت من حد ما علموني الصح من الغلط، ولحد ما علموني من الرسم والسكه وكل حاجه. عرفتي الجمعيه ازاي؟ مين عرفك عليها الاول؟ يعني كانت واحده صاحبتي كانت هنا برضه، هي عرفتني ان الجمعيه دي جميله اتعلم كده. انا الاول ما كنتش اعرف اقرا ولا اكتب اي حاجه، بس لما جيت هنا فهموني اقرا واكتب واعمل كل حاجه انا عاوزاها ونفسي فيها. انت دخلتي المدرسه تبع الجمعيه؟ تبع الجمعيه. انت وصلتي لسته ابتدائي وكملتي ولا هي سته ابتدائي بس؟ لا والله انا ما كملتش عشان كان بابا كمان خايف عليا، فقال لي لا كفايه انت تعرفي تكتبي وتقري وخلاص كده كفايه. وبقيت اكمل هنا بعمل شمع وبعمل سجاد وبعمل كروشيه وبعمل اي حاجه اللي انا حباها واللي انا حابه يعني بتعلمها. انت بقيتي قصه، ايه اللي خلاكي تكملي هنا؟ ما حاولتيش ان انت تخرجي بره بقى وتشتغلي بره؟ لا انا مسافه مكتين عشان حابه المكان بصراحه، هما بيعملونا كويس واي حاجه بتحاولي هما بيعملوها. فانت دلوقتي بتعلمي الاطفال، معاكي كام طفل بتعلميه؟ لا وعلى حسب ما النص بيديني، يعني اتنين يقعد معايا السكينه وانا معاهم بنشتغل، لو واحد هشتغل بيه لو انا واحد هشتغل، يعني مش اي يعني مش لازم عدد محدد. انت هدفك ايه؟ ان انت توصلي العلم بتاعك او الحرفه بتاعتك للاطفال من بعدك؟ يعني حابه ان كله بيتعلم السكه عشان السكه دي جميله برضه، وكمان مهنه الفن الشرع برضه، استاذه بقى في الشرع وكده وبعرف اعمل كل حاجه عشان انا حابه الحاجه، وعصبهم كمان بيحبوا الحاجه زي يعني عشان يطلعوا في المستقبل حلو. الصنعه دي بتأهلك ان انت يبقى معاكي مرتب او حاجه كويسه بتخليكي تعتمدي على نفسك اكتر؟ صح، واي حاجه انا عاوزاها بمرتبي بعملها. والاطفال برضه نفس عندهم نفس الهدف برضه، كلهم بيتعلموا بعد المدرسه بيجوا هنا يتعلموا. نسيهم مصنع ونسيهم مدرسه. طب ايه اكتر حاجه او الصعوبات اللي واجهتك وانت بتشتغلي هنا في المصنع او في الورش؟ لا والله هي شغل السجاده بس اولها بس في التعليم، بس بعد كده انت حابه الحاجه تعمليها خلاص، انت تعلمي السجاده تعلمي كمان. يعني ابله هدى عبد الحميد هي اللي عندك الشمع حاجه وهي الفضل عليا. يعني حضرتك عرفيني بنفسي. انا هدى السيد، بشتغل في جمعيه من 2009. بدات ان انا مدرسه الحكوميه وبعدين سكتين اخرى سكرتاريا. المشروع بدا من 99، باشمهندسة غدا بدات كمشروع توعيه، توعي الناس كانت بتعدي عليهم في البيوت وتوعيهم ان لازم تعلموا ولادكم وانتوا كمان لازم تبداوا بنفسكم. وبالفعل بدانا ان احنا نعلم الستات الاول، فتحنا في الصنوف الاميه ومنها بدانا نكلم الستات ان لازم يعلموا ولادهم المتسربين بالتعليم، لان هنا كان الناس ما بتهتمش بالتعليم نظرا من المدارس بتقدم الدروس والحاجات دي، هم مادياتهم مش مساعده معاهم ان هم يكملوا تعليم ولادهم، فبالتالي كانوا بيشغلوا ولادهم عشان يجيبوا لهم فلوس ويساعدوا معاهم في البيت. ف
فلما فتحنا النحو الأمنية الناس قلنا لهم خلاص احنا نفتح مدرسة فصل واحد. مدرسة فصل واحد دي بنجمع كل الولاد اللي سالبين التعليم، يعني ممكن تلاقي في سنة أولى طفل عنده 10 سنين موجود معانا، وطفل تاني مثلا 12 9، الولاد كلهم اللي سايبين تعليمهم. فبنجمعهم ونشوف مستواهم، نعمل لهم اختبار مستوى ونشوف ما يخشوا سنة أولى سنة تانية سنة تالتة. ومن هنا بدأنا مدرسة الفصل واحد، بدأت عندنا حوالي 10 أطفال، ودلوقتي ما شاء الله احنا طلعنا خرجنا 3 دفعات لإعدادي، وصلوا للمرحلة الإعدادية، منهم واحد وسط دلوقتي في المصنع هناك وفي تانية ثانوي. ومن محو الأمية سيدات منهم ناس خلصت ثانوي وبدبلوم السنة دي، من محو الأمية سيدات وشغالين معانا في مجال التوعية، يعني منهم 2 شغالين في مجال التوعية معانا مدرسين، هم بيدوا ندوات للستات كمان، وهم كانوا في يوم من الأيام ما عندهمش أي شهادة، مش معاهم شهادات. شايفه ان ده عمل لهم حافز ان هم بيكملوا المسيره وبيوعوا بعض في المنطقه؟ يعني طبعا اكيد، لان عندنا كمان بجانب التوعيه، لان احنا مشروعنا كان قائم اساسا على التوعيه. فعملنا كمان هنا بعد ما عملنا الفصل الواحد ومصر الاميه، وصلنا المشروع كمان عملنا لمصنع السجاد. مصنع السجاد ده بيشجع الناس تجيب اولادهم يتعلموا ويتعلموا الدراسه وياخدوا شهادات، بجانب المصنع اللي بيتعلموا فيه صنعه تنفعهم، بياخدوا كمان عائد مادي كل اسبوع لكل طفل. ده بالنسبه للاطفال. جبنا كمان وسعنا في موضوع النحو الاميه، جبنا مدربين التوعيه بيدوهم ندوات تثقيفيه سواء دينيه او ازاي يتعاملوا مع اولادهم في مرحله المراهقه، وهم اطفال ازاي يتعاملوا معاهم، وايه الاكل المفروض يكون صحي ليهم ويكبرهم وكده، وازاي تتعامل الزوجه مع زوجها ومع جيرانها، وكتير قوي من المشاكل قابلناها السيدات مع بعضها ونحل احنا المشاكل ديت، والحمد لله بننجح كتير في الحاجات دي. في كمان الخدمات اللي احنا بنقدمها من الجمعيه، اللي هي خدمات اجتماعيه، لو احنا عملنا بحث الحاله ولقيناها ان هي محتاجه فلوس، مش بنديها فلوس كده نقول لها لا خدي فلوس، احنا بنعمل زي بحث ونشوف ممكن هي تعمل مشروع ايه بالفلوس ده، ونحاول ان احنا القرض اللي بنقدمه لها دوت هو بيكون قرض حسن، ما بيكونش ان احنا بناخد فوائد عليه، ايا كان 1000 جنيه او اي حاجه. لو لقينا الحد ده جد في المشروع بتاعه بنتسال معاه في 2 شهر من القسط بتاعه، يعني لو واخد 1000 جنيه بنشيل له مثلا 200 او 300 جنيه لو هو فعلا حد جد في المشروع بتاعه. وبيبدا فعلا يعمل مشروع ويكون بلاد يعني. بالنسبه للندوات التوعيه ما تقتصرش بس على الدروس، لا احنا كمان بنعلمهم ازاي يعملوا الصابون اللي صابون المواعين ده، ازاي يعملوه في البيت من بواقي الاكل اللي عندهم بدل ما يرموا المخلفات اللي عندهم. بدانا كمان نعلمهم ازاي يعملوا الصابون اللي هو زي الصابون بالزيتون، حاجات طبيه ممكن هم يعملوها في بيوتهم يستعملوها ليهم وكمان يبيعوا منها. ايه اكتر الصعوبات اللي واجهتك وانت بتتعاملي هنا مع الناس كاطفال في المدرسه او السيدات عشان توعيهم وتجذبيهم للجمعيه؟ هو في البدايه بيبقى صعب، صعب ان انت تتعامل مع طفل لسه اول مره يتعامل مع حد في مكان تعليمي، خاصه لو ما كانش دخل مدرسه اصلا، يعني ممكن يكون رده جامد شويه، فبنحاول احنا نخش من المنطقه دي ان احنا لا في حاجات دروس قصص، ان احنا نخش من طريق قصص لان هو بينجذب اول موضوع القصص وكده، وبنحاول ان احنا نعوده على النظام هنا. انتوا شايفين ان انتوا هنا بتحاولوا ان انتوا تنموا المجتمع في اسطبل عنتر، انتوا جوه المنطقه. انتوا شايفين ان الاطفال بيتشجعوا بقى دلوقتي بيجوا من نفسهم ليكم؟ الحمد لله. يعني شايفين ان انتوا دلوقتي في الاجازه وبرضه في اطفال في المدرسه وبيعملوا حرف يدويه ونشاطات. متشجعين جدا، واحنا كمان بناخد ولاد من المنطقه هنا هم مش في المدرسه، بناخدهم في فتره الاجازه بنعلمهم انشطه يكونوا متواجدين عندنا في الفتره الصباحيه. كاستغلال طاقات الاطفال.